يعني هيك شايف يعني لا يعيش الشيء هذا العصافير الآن خالية من أهلها والذي قاطنيها لهم مئات السنين. امبارح العصر اجى بلاغ للحارة انه تخلي حارة الرماد، اخلينا بسرعة كل الحارة هذه، اخلت تقريبا 50 بيت 50 عمارة اخلوا المنطقة هذه. في المساء كل حجر هنا انضرب، كل شيء انقصر، كل شيء نزل. رنوا تقريبا الساعة 2 أو 3 انه منطقة الرمال تخلي، فأخلينا طبعا بكل متاعنا وما أخذنا شيء. كانت يعني خوف كبير انه قالوا سيكون الرد فوري، وخرجنا بخفي حنين لم نأخذ شيء. هذه 8 أولادهم كلنا مشردون. صار يا عم هاي بيوتنا، ياك شايف زلزال وحل بينا، وهذا البيت مكون من 50 أسرة 12 وحدة سكنية، وهم كلنا مشردين ولا يعلم حالنا إلا الله، فهذا حالنا لا يخفى عليه، والحمد لله رب العالمين. بيوت خاوية، بيوت يعني لا تقدر بثمن، كلها زي ما انت شايف على بكرة أبيها، فتقدر ما بقدر أحصل الآن. يعني البيوت اللي شايفها هذه كلها بملايين دولارات، كل عمارة فيها 12-13 طابق مكونة من 6 شقق كل عمارة، واقتصاد يعني تحت الصفر، والسكان القاطنيها كلهم لا مأوى لهم الآن، وحتى وعيهم وهدومهم ما أخذوها، حتى جوازات أبنائهم كلها حرقت ومزقت، ما لهم حتى يعني أي أسباب شخصية الآن. هذا شارع اللد والرملة يمتد من الأول 30 إلى منتهى شارع الشهداء عمر المختار، وهي مكتظ بجميع العائلات، واللي حل علينا زلزال من ألد الأعداء. كلنا هنا سكان مدنيين عزل، ما إلنا ذنب في أي شيء، عمرنا ما أذينا أي بني آدم، أي مخلوق الله خلقه. كل بيوتنا راحت، أي بيت راح، أي جيراننا، هذا براكس لشغل، كله مواد غذائية للناس، أكل وما أكل، مية وكذا، هذا انتسر. ضلك نازل أبو الكاز سوبر ماركت، راح